حول من بدأت أثناء السعي العمرة، فنقص عليها شوط كاملا جهلا منها بعد أن ضاع وليها، ماذا عليها؟ عليها أن إن وجدت وليها عن قرب أن تأتي بما نقصت من الأشواط واحد كان أو أكثر. وأما إذا لم تجده إلا بعد مدة تنقطع بها الموالاة، فإن عليها أن تعيد الطواف من جديد، لأن الطواف عبادة من واحدة لا بد أن يكون متواليا، ولا يسمح بقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة أو حضرت جنازة أو تعب فاستراح قليلا ثم استأنف وأكمل. نعم، أحسن الله إليكم.